الرجال كما عزمناهم في جميع الميادين، فإننا نتمول بالمناطق المحرمة، سنحررها بدماء شهدائنا، وستبقى محرمة. سبع سنين مما تعدون، عمر ثورة قدم فيها الجزائري للعالم دروس الصمود في مجابهة الاستعمار، لتولد الجزائر مجدداً من رحم ثوار نوفمبر، مدونة اسمها في سماء الحرية ذات جويلية 62. الخامس من جويلية، تاريخ برسم الذاكرة، منه كانت البداية عام 380,000، حين حطت سفن المستعمر الفرنسي بميناء سيدي فرج حاملة معها تاريخا استعماريا مثقلا بالعار خطته على مدى 132 سنة بحروف الدم على صفحات الذاكرة، حين مارست أبشع الجرائم ضد الشعب الأعزل، شعب أبى إلا أن يورث البطولة جيلا بعد جيل، من الأمير عبد القادر وأحمد باي مرورا بالزعاطشة المقراني وفاطمة سومر إلى شباب الحركة الوطنية. وقف الجزائري شامخا شموخ جبال الأوراس التي دوت ذات نوفمبر 54، يوم عقد رجال العزم أن يحولوا المستحيل إلى حقيقة في ثورة أدهشت العالم وأذاقت المستعمرة شر الهزائم، بدماء رجال ونساء آمنوا بقدسية الأرض فوهبوها أرواحهم لتكون الكلمة الأخيرة للشعب، وتعلو هتافات النصر شوارع جزائر الأحرار في الخامس جويلية 62. رمز النصر والحرية في وعي الجزائري، هو اليوم أيضاً عمر جزائر الاستقلال، 62 عاماً من مسار زاخر بالبناء، ووقف فيها الشعب صفاً واحداً في وجه التحديات، مؤكداً في كل مرة أن الجزائر قبل كل شيء، جزائر تمضي بخطى ثابتة مراهنة على سواعد شبابها المسكون بروح نوفمبر لبناء مستقبل يليق بأمتها الضاربة في أعماق التاريخ.